أحسن الله إليكم. السائل عبد الله ألف ألف يقول: ما حكم بيع التورق وما صفته؟ التورق إذا احتاج الإنسان إلى نقود يدفع بها حاجته من وفاء دين أو شراء شيء يحتاجه، فإنه يشتري سلعة من ممن هي عنده وفي ملكه، يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بثمن حال لينتفع به ويسدد به حاجته، فإذا حل الأجل يسدد الدين لصاحبه. المقصود منها دفع الحاجة للمحتاج، إلا إذا وجد من يقرضه قرضا حسنا فإنه لا يلجأ إلى التورق. فإذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا وهو محتاج إلى نقود فلا بأس بمسألة التورق. هذه سميت بالتورق لأن المقصود منها الحاجة إلى الورق وهو الفضة فيما سبق، أي الحاجة إلى النقود. هذه أجازها الجمهور، بعض العلماء يرى أنها محرمة لأنها وسيلة إلى الربا، ولكن الحاجة تدعو إليها وهي ليس فيها ربا في الحقيقة، وإنما هي بيع وشراء. وإن استعمل السلم فهو أحسن، سلم جائز بالإجماع، وهو أن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. السلم هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل ينضبط بالوصف بنقود حالة يقبضها في مجلس العقد، إذا احتاج إلى نقود فلا، فإنه يعمل مسألة السلم بأن يعقد مع شخص على سلع منضبطة بالأوصاف موصوفة في الذمة بثمن حال يقبضه في مجلس العقد وينتفع به في حاجاته، وإذا حل الأجل أحضر له السلع التي عقد عليها بالمواصفات المنضبطة. نعم.